نروح بقى زي ما احنا متعودين كل يوم واخبار النادي الاهلي وفرق مختلفه مع مراسلتنا هنا ابو القاسم، هي موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بنصبح عليك انا وكريم وكل الجمهور معاكي، قولي لنا كده ايه اخبار الاخيره عن النادي الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هاخدكم في جولة لآخر وأبرز أخبار الفرق الرياضية. في البداية هبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا امبارح الفريق واصل تدريباته قبل انطلاق المران، قام بعمل مسحة طبية استعدادا لمباراة الغد. المباراة هتكون أمام فريق المقاولون العرب الساعة 5 مساء على استاد الأهلي والسلام. بنتمنى طبعا لفريقنا التوفيق وإن شاء الله يفوز ويحصل على 3 نقاط. أبرز ما كان في تمرين أمس طبعا قبل انطلاق المران، مستر بيتسو موسيماني كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث عن إيجابيات وسلبيات المباراة الماضية وكمان الاستعداد للمباراة القادمة. بشكل عام التدريب كان مقسوم لجزئين، يعني جزء مبني على تدريبات بدنية قوية يمكن استمر لحوالي 30 دقيقة، والجزء الثاني كان مبني على تقسيمة قوية أو تراي ماتش بين اللاعبين، يعني تم تقسيم الفريق لثلاث مجموعات وتسديد على مرمى واحد. طبعا بتمنى لهم كل التوفيق، يعني النهاردة الفريق هيواصل تدريباته بعد كده هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد. أما بقى عن التعاقدات في الفريق الأول لكرة القدم، فامبارح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أعلن عن مد عقد اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي 2 سنين إضافيين، وكده يكون مدة تعاقده مع النادي الأهلي مستمرة حتى 4 سنوات قادمة. وكمان حارس المرمى علي لطفي تم مد عقده 3 سنوات ليصبح مع النادي الأهلي 5 سنوات قادمة. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق مع الفريق وان شاء الله يشاركوا في حصد مزيد من البطولات للنادي الاهلي. ننتقل بقى لاخبار الالعاب الاخرى ونبدا بكره السله، والحقيقه ان بطوله جديده بتضاف لبطولات النادي الاهلي بعد حصول ناشئات كرة السلة تحت 18 سنة ببطولة منطقة القاهرة. جاء ذلك طبعا بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 79-35. الحقيقة حابة أبارك للجهاز الفني وجميع اللاعبات، يعني عملوا مباراة كبيرة جدا وأدوا أداء قوي طوال البطولة. يعني يمكن كل لايف أو مداخلة مع برنامج 10 الصبح في الأهلي بقول خبر ليه علاقة بتتويج فريق ببطولة جديدة، وهو ده النادي الأهلي دايما بيلعب على حصد المزيد من البطولات والألقاب. كمان رجال كرة السلة فاز أمس على فريق جزيرة الورد بنتيجة 91-40 طبعا في مباراة إياب الدور التمهيدي من بطولة سوبر المحترفين. الحقيقة أن الفريق عمل أداء قوي جدا، يعني كان مميز في سرعة في نقل اللعب وكمان الرميات الثلاثية المتقنة. بنتمنى لهم كل التوفيق. الحقيقة أن فريق رجال كرة السلة وكمان سيدات كرة السلة بيستعدوا عشان مباراة السوبر، خلاص هتكون يوم 26 من الشهر الجاري. رجال كرة السلة هيواجهوا فريق الاتحاد السكندري وسيدات كرة السلة هيواجهوا فريق هليوبلس. بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بطولة السوبر تكون من نصيب النادي الأهلي. ننتقل بقى للعبة تنس الطاولة. الحقيقة أن فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي قدر يفوز على فريق الشبان المسلمين بنتيجة 3-0. طبعا ده ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أن الفريق عمل جيم كبير جدا وقدروا يفوزوا 3-0 أمام فريق الشبان المسلمين. كان بيمثل النادي الأهلي اللاعب خالد عصر، محمود أشرف ويوسف عبد العزيز. حابة أبارك لهم على الفوز وإن شاء الله مزيد من التقدم والانتصارات. دي كانت أبرز وأهم أخبار الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي بالجزيرة. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. هي أخبار الفرق المختلفة في نادي الأهلي بس هي كلها أخبار كمان حلوة جدا، نشكرك عليها زميلتنا العزيزة جدا هنا أبو القاسم. شكراً.